خصنا السوق ديال انزكان ولا السوق ديال هواره ولا الاسواق اللي هي في المنطقه اللي كتعمل المنتوجات خص تباع فيها السلعه سواء بالجمله ولا نصف الجمله تباع بالكيلوغرام. داشي الا بعنا اليوم في انزكان ب4 دراهم ونص وبعنا ب6 دراهم المستهلك غيكون على علم بالضبط شحال باش بعنا بالكيلوغرام كفلاحه. كنجيو دابا كما قال الوزير بانه كتباع ماطيشة في انزكان ب4 ب5 دراهم كنلقاو هذا عند المستهلك ب12 درهم. راه لا يعقل هذا الشيء، راه كاين شي مشكل نقلبوا عليه جميعا باش نحلوه. حنا كجمعيه ارتئينا هذه سنوات كننادي ولا زلنا ننادي باش تباع السلع بالكيلوغرام عوضا عن الصندوق، اعتماد كلمه البيع بالكيلوغرام عوضا عن الصندوق. علاش الوقت فاش كنجيو كنلقاو كنمشيو عند دابا لو ديتاي هذاك اللي كيسقط السلعه كنسولو كنقول له ودي كيفاش انك كتبيع 12 درهم وانت شاري في المثل ب7 درهم اولا ب6 درهم؟ حاجه الاولى السؤال اللي عطاتنا الجواب اللي عطانا عطانا بانه راه كنبيع النص وكنلوح النص، يعني انه هذا السيد هذا كيدير لو كود غوفيان ديالو كيزيدو من هذيك السلعه اللي كتلاح. كنسولو حنا راسنا علاش كتلاح هذه السلعه هذه؟ لانه الطريقه ديال العمل ديال الناس اللي كيشريو عندنا السلعه دابا باقي كيعمروا الصندوق حتى كيتبجم كتبجم ماطيشه الفوقانيه، يعني حنا كنساهموا في هذا الخسران ديال السلعه. الو كون جاب الله نبيعو بالكيلو يعني انه الصندوق شو سيعمر تمشي واحد الكميه اللي هي مناسبه حتى مده الحياه اللي كنقولوا له الشيلف لايف ديال المنتوج كيمشي يعني كتزادلو يعني ما يمكنش تخسر ليه 3 ايام ولا 4 ايام لانه ماطيشه فوق ماطيشه كتبجغ، الا كثرنا من الوزن ديالها راه كتبجغها، يعني انه كنضيعو المنتوج ديالنا بروسنا. الا كنبيعو بالكيلو يعني انه ما باقيش غنعمرو الصدق مزيان غتكون فيهم العماره اللي كنعمرو كنسميوها انا عماره فلاحيه باش توصل هاد لو ديتايون اللي كيسقطها المستهلك ما غاديش يكون عنده الضياع، ما باقيش غادي يرفع يقلب باش يدير واحد لا مارج ديالو ديال هذاك الشيء اللي كيهدى عليه. الرحمن الرحيم، المعنوي عبد العزيز رئيس جمعيه الشركاء المنتجين الفلاحيين. اليوم كنهضروا على القضيه ديال غلاء ماطيشه في الاسواق الداخليه. طبعا عندنا واحد العدد ديال الاشكاليات اللي نشرحوا بها هذا الشيء هذا. اولا الغلاء كيجيبوا قله ديال المنتوج، المنتوجات قليله. علاش قليله المنتوجات ديالنا؟ كاين عوامل اخرى من بينها عوامل ديال الماء والضيعات الفلاحيه اللي تدار، منها مشكل ديال لي زانغري او الاسمده اللي هي غلات ما بقاش قد الفلاح باش يشريها باش ينتج بها منتوج في المستوى ويكون وفير. وكاين القضيه اخرى اللي كنهضروا عليها بانه ما يمكنش هي الفلاح كيبيع ب4 دراهم و5 دراهم ولا 6 دراهم في السوق وكتمشي عند المواطن المستهلك كتلقاها ب 10 دراهم ولا 12 درهم. هنا كنتسائلوا فين كاين المشكل؟ الخلل كاين اولا حنا كجمعيه كنقولوا بانه يجب اعتماد البيع بالكيلوغرام بدل البيع بالصندوق، لانه اذا كنبيعوا كنسمعوا اليوم السوق ماطيشه 3600 للصندوق، علاش ما نقولوا الثمن ديالها بالضبط بانه كاينه 6 دراهم؟ لانه هنا كنعرفوا المواطن غيعرف شحال باش باعها الفلاح وشحال باش غادي يشريها المستهلك باش نحاولوا نقلصوا هذا الفرق الكبير اللي كاين ما بين الفلاح وما بين المستهلك. الوقت فاش كنجي كنلقاو بانه العدد ديال الناس اللي كيتداولوا هاد السلع هذه كيشريوها كيتجاوز العدد اللي هو نورمال، كيشريها هذا ويبيع على هذا وهذا يبيع على هذا وهذا يبيع على هذا، هو المشكل. وخصنا نفسروا ما هو الوسيط. الوسيط هو هذاك اللي كيتدخل في العمليه ما لا ناقه ولا جمال وكيدير ناعس وكيدير فيها وكيدير من الفلاح لا يشتري. انا كنهضر على هذاك اللي كيشتري كيخلص فلوسه تاجر. حنا محتاجين التجار ديالنا وخاصه اللي هما منضبطين القوانين ديال الدوله وكيخلصوا الضرائب ديالهم وكيخلصوا المسائل ديالهم، حنا محتاجين لهم. هما شركاء ديال الفلاح، هما اللي كيدوا السلعه ديالنا الاماكن ويسوقوها في المغرب بصفه عامه، ولكن حنا اللي ما محتاجينوش هذاك اللي كيهز التليفون وكيدوز ما بين فلان وفلان وكيدي 5 دراهم 10 دراهم في الصندوق. بحال هذوك دابا هما اللي عندنا فيهم اشكال، كدي 10 دراهم ولا 5 دراهم صندوق، وكما قلت قبيله الوسيط عاوتاني اللي هو باين للعموم وهو خصنا نبيعو بالكيلوغرام، راه هذاك وسيط لانه بحال الا حيدنا واحد اللوز واحد المشكل اللي كيكون تما الا كنبيعو بالكيلو، يعني المواطن المغربي والمستهلك المغربي غادي يعرف شحال باش باع الفلاح، وهنا ممكن الدوله تدخل باش تعرف هاد الفلوس هادو علاش تزاد. قبيلة قلتي لي بانه ماطيشه طاحت، المواطن المغربي باقي كيشريها الى تحت كيشري ب 20 درهم الصندوق، يعني ب 10 ريال الكيلو، لانه باقي القضيه كنقولوا 20 درهم الصندوق باقي كنخبيو شحال باش شريها الكيلو. كاين سبارس، ما كاينش سبارس. الوقت فاش كيشري الصندوق
ب 10 ريال الكيلو باقي كيبيع للمواطن ب 5 درهم راه هنا خص تدخل السلطه. انا خصنا نشوفوا علاش هذا السيد هذا كيبيع بهذا الثمن. لا يمكن بانه هذا الشيء كامل منين جا والمصدر ديالو وشكون اللي كيستافد منه. هذه هي المراقبه اللي كنتسناو تكون مع الدور ديال المستهلك الدور ديال حمايه المستهلك الدور ديال الدوله. اظن بانه المراقبه ديال وزاره الداخليه ديال الاسواق اللي هي كتراقب الاسواق الدور ديالها وهذا علاش هذا الشيء يكون ما خصوش نقبلوه. يعني انه خصنا نرجعوا بانه كل واحد نضموا في السوق الوقت فاش غادي نضموا حنا كفلاحه الوقت فاش كتشري عندي في المتال ونجي نعطيك واحد ان بون بانك راك شريتي عندي وعارف عند من شريتي واش من منتوج شريتي واش من ادويه استعملت. لانه حتى واحد القضيه كنهضروا بانه الفلاحه كيخسروا فلوس كثيره على الادويه اللي هي امورومي ديال لونسا ولينا كنشتغلوا كجمعيات مهنيه كنشتغلوا على لو بروبليم اللي كنعطيو للمغاربه ديالنا كيفاش انه الطريقه ديال البروبليم اللي كيمشي للاكسبورت راه خص يكون لو ميم نفس المنتوج نفس بالسوق المحليه. لانه دابا كنشوفوا بانه الصحه هذا الشيء اللي وقع لنا كوفيد بين لنا بانه الصحه اللي يجب الاستثمار فيها فعلا الناس ديال لونسا داروا واحد السجل الفلاحي ولاو الفلاح الصغار حتى هما منخرطين في هذه العمليه هذه وكذلك من تاطير جمعيات الشكر المنتجين الفلاحيين والناس ديال المنصفين والمنهالين بصفه عامه خدامين في هذه الاتجاهات باش المنتوجات السلامه الصحيه اولا نخدموا على السلامه الصحيه. المنتوج ديالنا ولينا كننافسوا به الدول الاوروبيه يعني ولينا كنديروا بلاصتنا يعني ضد واحد العدد ديال الدول اللي هي كتنافسها رغم انها هي اصلا ما عندهاش لي فري زايدين بحالنا بحال الدوله المغربيه بحال الفلاحه المغاربه اللي عندنا هنا يعني زايدوا لي فري دو بلوس يعني عنده ترونسبور وعند انه يخدم الجوده والنوع ديال الطماطم. الا جاب الله ما حافظناش على هاد الاستثمارات هادو راه غيشكل لنا مشكل في المنطقه وكذلك بتزويد السوق الداخليه. يعني انه لا بد نفكروا بانه هاد الفلاحه هادو اللي كينتجوا في المنطقه باثمنه يعني كتقام عليهم سلعه بثمن غالي وغالي بزاف نفكروا فيهم من اجل الاستمراريه. وكذلك ما ننساوش بانه الجيل الاخضر يعني جاي من بعد 2008 كاين الجيل المغرب الاخضر جاي القضيه ديال الجيل الاخضر من اجل نجيبوا الطبقات اللي هي صغيره ديال الفلاحه الصغار نجيبهم الطبقه المتوسطه. اظن بانه في شي قرار بحال هذا لابد ناخذ بعين الاعتبار لانه اغلبيه ديال الناس الفلاحه الصغار اللي كينتجوا من اجل تزويد السوق الداخليه بالطماطم راه هما فلاحه صغار. يعني انه الا جاب الله تضروا يعني انه ما بقيناش في ذاك المخطط خصنا نحاولوا نفكروا بطريقه اللي ما غاديش يتضر بها حتى واحد. اظن الوقت فاش هضرنا على القضيه ديال الانتاج وكذلك بانه الاخوان داروا مجهودات جباره باش يلقاو لنا اسواق اخرى خارج البلد وكذلك ما ننساوش بانه عندنا الاخوان اللي حتى هما داروا مجهود جبار وخدموا على مدى سنوات من اجل يلقاو سوق اخرى اللي هي السوق الافريقيه. لانه لقينا ان الاوروبيين ولاو كيضايقونا بالعداد ديال الممارسات مؤخرا شفنا بانه الناس ديالنا ما بقاوش كيعطوهم لي فيزا يعني انه ولا الكاميون ديالنا الا غيدخل السوق الاوروبيه خص يجيب خاوي يعني ما تكونش عنده المازوت في الكاميون. يعني كان واحد العدد ديال المضايقات اللي كيعاني منها اولا المصدر وفي الاخر كنلقاو بانه راه المنتج الفلاحي هو اللي غادي يضر اكثر من حاجه. وفي نفس الوقت كان في نفس الوقت كنقولوا بانه خصنا نزيدوا نحافظوا ونفكروا نلقاو شي طريقه اللي كنقولوا فيه بانه ما يكونش فيه لا ضرر ولا ضرار. كتجي مره ولا مرتين في الاسبوع كتاخذ بعض العينات كدير ليها التحاليل ديالها وفي هذا الاطار هذا كنشتغلنا معهم كجمعيه بالتوعيه للفلاح بانه يجب استعمال المبيدات المرخص لها. وكذلك كاين نظام كبير اللي خدامه فيه لونسا واخا غنمشيو لشي اخر وهو انه هاد الناس اللي كيبيعوا المبيدات في البلاد ديالنا ولا ضروري عندهم واحد الفطر تحملات يحترموا وغاديه الامور راه غاديه في حال من حسن الى احسن. غير الاشكال اللي كان عندنا ظروف راه الى زدنا هاد المسائل هادو راه كنزيدوها عيب على الفلاح. راه كنقول ليه راه كتزيد شي مسائل اخرى الوقت فاش كتستعمل الادويه اللي هي رخيصه ونون اومولوغي راه مزيانه ليه وانما دابا كنقولوا ليه لا استعمل الادويه اللي هي مرخصه وكتكون غاليه. يعني غادي كنزيدوا الاعباء على الفلاح وهنا كنجيو كنلقاو بانه ما كنردوش له البال في التسويق الوقت فاش كنسوق المنتوجات ديالنا واش حنا هذا الشيء راه غونطابل ولا لا. يجب الدعم ديال الفلاح فيما يخص الا كانت المنتوجات الفلاحيه ما دايره والو في السوق. يعني خصنا نفكروا بهذا التوازن رابح رابح. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.